بسم الله الرحمن الرحيم. بمحاضرتنا اليوم يا شباب راح نكمل موضوعنا عن الكي ماب. الآن يا شباب خلينا نشوف الفور variables كي ماب. أوكي، الآن هاي الكي ماب يا شباب راح تستخدم لتبسيط بوليان فانكشن له 4 input. أوكي، وبالتالي لو كان أنا عندي فانكشن f إله 4 input اللي هي مثلاً x, y, z, w. طبعاً بهاي الحالة راح يكون عندنا truth table في 16 حالة، لأنه عندي 4 input وبالتالي 2 قوى 4 راح يكون عندي 16، وبالتالي راح يكون عندي 16 حالة. فالآن يا شباب لو نشوف هذا truth table راح يكون يا شباب كالتالي. أوكي، الآن راح يكون عندي 4 input x, y, z, w، والأوتبوت راح يكون f x, y, z, w. طيب الآن بما أنه عندي 4 input معناته راح يكون عندنا 16 حالة. 16 حالة راح تكون يا شباب كالتالي: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. بعدين 0, 1, 0, 0, 0101 0110 0111. الآن 1000 1001 1010 1011. بعدين 1100 1101 1110، واخر حاله 1111. طبعا الاوتبوت اف راح يكون كالتالي: الكيس الاولى اللي هي 0000 راح تعطيني من تيرم 0، الكيس الثاني 0001 راح تكون من تيرم 1، الكيس الثالثه 0010 راح تكون من تيرم 2 الى اخره. راح يكون عندي هاي من تيرم 3، من تيرم 4 5، من تيرم 6، من تيرم 7، من ترم 8، من ترم 9، من ترم 10، وهي من ترم 11، وهي من ترم 12، من ترم 13، ومن ترم 14، واخر حاله من ترم 15. ممتاز. الان يا شباب هذا البوليان، هذا هو عباره عن التروث تيبل للبوليان فانكشن اللي له 4 انبوت x, y, z, w. الان يا شباب خلينا نشوف الكي ماب لمين؟ لهذا الفانكشن اف. فالان بدي ارسم الكيمه. طيب الان الكيمه بتاعتنا راح تكون كالتالي: راح يكون الان عندي، اوكي، راح يكون عندي الان تيبل له 4 رو 4 كولوم، وبالتالي راح يكون عندنا الكيمه بتاعتي تيبل، اوكي، له 4 رو 4 روز، اوكي، وأربعة كولومز. اوكي، الآن الأربعة روز هذول خاصات لمين يا شباب؟ للإكس واي. فبالتالي هون بنحط الإكس واي. إذا لحظة بس بالترتيب: إكس واي. الآن الإكس واي لها أربع خيارات، راح يكون إن كالتالي نوزعهم: 0 0 0 1 1 1 1 0. طيب الكولومز مخصصات للزد دبليو، فبالتالي راح يكون إن الزد دبليو قيمهن 0 0 يعني الزد 0 والدبليو 0، 0 1 يعني الزد 0 والدبليو 1، بعدين 1 1 يعني الزد 1 والدبليو 1، وبالاخير 1 0 اللي هي الزد 1 والدبليو 0. وبالتالي راح تكون عندي الكي ماب بهذا الشكل يا شباب. طيب ممتاز. الان يا شباب بعد ما رسمنا الكي ماب بتاعتنا، اوكي، الان شو بنعمل؟ بننزل قيم الاف على هاي الكي ماب، فبنزل المينتر. الآن
كل سكوير، كل مربع موجود عندي بالكي ماب تاعيتي راح يحتوي على منتر. اوكي، الان خلينا ننزل المنترمات على الكي ماب تاعتنا. طيب طلعوا لي يا شباب، الان اول حالة يا شباب عندي الاكس صفر والواي صفر والزد صفر والدبليو صفر. فيلا الاكس صفر والواي صفر، اوكي، بهاي الحاله وين الاكس صفر والواي صفر؟ راح يكون عندي الاكس صفر والواي صفر اللي هو عباره عن اوكي هذا الرو، لان هذا الرو الاكس صفر والواي صفر. الان الزد صفر والدبليو صفر، الزد صفر والدبليو صفر راح يكون يا شباب هذا الكولوم، اوكي. اذا مره ثانيه، بس الاكس صفر والواي صفر راح يكون يا شباب تمثل هذا الرو، والزد صفر والدبليو صفر، الزد صفر والزد صفر والدبليو صفر راح يكون يا شباب هذا الكولوم. الان تقاطع الرو هذا والكولوم هذا راح يعطيني السكوير هذا، صح؟ هذا السكوير شو بحط فيه؟ قيمه الاف اللي هو بحط فيه الام زيرو. اذا وبالتالي الان الام زيرو بنحطه يا شباب بهذا السكوير، اوكي، اللي هو تقاطع الرو مع الكولوم. اذا بحط هون الام زيرو، تمام. يلا كيس رقم اثنين، كيس رقم اثنين هيها عندي الاكس صفر والواي صفر، فبالتالي الاكس صفر والواي صفر راح يكون يا شباب هذا الرو برضه. طيب الزد صفر والدبليو واحد، الزد صفر هيها والدبليو واحد، معناته يا شباب راح يكون يا شباب هذا الرو، هذا الكولوم. فتقاطع الرو هذا مع الكولوم هذا راح يعطيني هذا السكوير، وبالتالي بهاي الحاله قيمه هاي الحاله ام 1، معناته ام 1 بحطه داخل هذا السكوير. اذا الام 1 راح تكون يا شباب هون، اوكي، وباقي الحالات على نفس المبدا. فخلينا مثلا نشوف الحاله اللي وراها، اكس 0 واي 0، اكس 0 واي 0 راح يكون هذا الرو، وزد 1 ودبليو 0 راح يكون يا شباب هذا الكولوم. تقاطع هذا الرو مع هذا الكولوم راح يعطيني اوكي يكون هو عنوان هذا السكوير. طيب وبالتالي هذا السكوير شو راح تكون قيمته؟ راح تكون يا شباب قيمته ام 2، وبالتالي بهذا السكوير راح نحط الان ام 2. اوكي، الان 0011 راح احط فيها من تيرم 3. الان 0011 راح يكون تقاطع هذا الرو مع هذا الكولوم راح يكون يا شباب هذا السكوير، لان شو بحط فيه؟ بحط فيه قيمه الاف اللي هي ام 3، لان شو بنحط فيه؟ ام 3، تمام. طيب الان كملوا باقي الحالات، راح يكون هون عندي الام 4، هون الام 5، وهون الام 6، وهون الام 7. طيب خلينا نشوف الام 8 وين نحطها. الام 8 يا شباب راح تكون بهاي الحاله الاكس 1 والواي 0 والزد 0 والدبليو 0. طب وين هاي راح نحطها يا شباب؟ اطلعوا، لما الاكس 1 والواي 0 راح يكون يا شباب هيا اكس واي، فالاكس 1 والواي 0 راح يكون يا شباب هذا الرو. طيب والزد والدبليو صفار، هاي الزد والدبليو صفار راح يكون يا شباب هذا الكولوم. فتقاطع هذا الرو مع هذا الكولوم شو راح يعطيني؟ هذا الرو مع هذا الكولوم راح يكون هو هذا السكوير. فبهذا السكوير شو بحط؟ بحط الام 8. اذا الان بنحط هون الام 8 شباب، لاحظوا وين تنحط الام 8. طيب الام 9 راح تنحطون، الام 10 راح تنحطون اكيد، الام 11 راح تنحطون. طب الام 12 راح تكون هون، ام 13 راح تكون هون، والام 14 راح تكون هون، والام 15 راح تكون بهذا السكوير. اذا بهاي الحاله بكون انا عبيت الكي ماب تاعتي، اوكي. طيب اذا رسمنا الكي ماب راح يكون الكي ماب تاعتي هو عباره عن جدول، اوكي،
هو عبارة عن تيبل 4 ب 4، فبالتالي راح يكون في 16 سكوير. ال 16 سكويرز هذول كل واحد بيحتوي على ايش؟ على مين تيرم. طيب الان لما ننزل المين تيرمز اوكي او قيمه الفانكشن اف على الكي ماب بتاعتنا، الخطوه التاليه راح نحدد وين مكان الاكس، وين مكان الاكس برايم، وين مكان الواي، ومكان الواي برايم، والزد والزد برايم، والدبليو والدبليو برايم. فبالتالي راح نحدد اماكنهم. طيب الان يا شباب لو سالتكم السؤال قلت لكم اوكي، قلت لكم يا شباب وين عندنا السكويرز المربعات اللي فيهم قيم اكس ثابته ومقدارها واحد؟ وين قيم المربعات اللي قيم اكس فيها ثابته وقيمتها واحد؟ طيب بتلاحظوا يا شباب انه عندنا الثمان مربعات هذول طلعوا عليهم قيمه اكس فيهن واحد، هيها قيمة اكس فيهن واحد، هذول الثمان مربعات. معناته هذول الثمان مربعات يا شباب راح يعطيني اكس، راح يعمل لي جنريت للاكس. تمام؟ وبالتالي هون راح يعطيني هذول اكس. طيب وين الاكس برايم؟ طلعوا هذول الثمان مربعات اللي هون الثمانية سكويرز، بتلاحظوا قيمة اكس فيهن صفر. معناته هذول الثمان مربعات راح يعطيني الاكس برايم. وبالتالي هذولا التو روز اوكي او الثمان مربعات هذولا اللي بالرو الاول والثاني راح يعطيني اكس برايم. طيب الان لو سالتكم وين المربعات اللي قيم الواي قيمتها واحد؟ ايوه طلعوا يا شباب هذول السكويرز اوكي الثمانية اللي هن الرو الثاني والثالث قيمة الواي فيهن واحد ثابتة، معناته هذول يا شباب بعطيني واي. وبالتالي باجي هذول التو روز راح يعطيني واي. طب وين الواي براين؟ طلعوا يا شباب هذول الثمان مربعات برضه اللي هون هذول اللي بالرو الأول والأخير راح تكون قيمة الواي صفر، وبالتالي هذول الشباب راح يعطيني واي برايم. إذا بحكي إنه هذا الرو وهذا الرو بعطيني واي برايم. طيب الآن وين المربعات اللي قيمة الزد فيهم كلهن واحد؟ أوكي الآن بتلاحظوا إنه هذول تو كولومز اوكي قيمة الزد فيهن واحد، وبالتالي هذول التو كولومز بيمثلين لي يا شباب ايش؟ الزد. اوكي طب وين الزد برايم؟ طلعوا هذول برضه الثمانية كولومز او عفوا الثمانية سكويرز اللي هن التو كولومز الاولانيات فيهم قيمة الزد صفر، وبالتالي معناته هذول يا شباب راح يعطيني او هن راح يعمل لي الزد برايم، هن راح تكون الزد برايم. اذا هذول التو كولومز راح تكون الزد برايم. طيب الدبليو بتلاحظوا هذول التو كولومز بكون فيهن الدبليو واحد، وبالتالي هذول التو كولومز راح يكون يمثلن الدبليو، وبالتالي باجي بحط عليهم دبليو. طب الدبليو برايم وين؟ راح تكون هذا الكولوم وهذا الكولوم. اذا بتطلعوا على هذول التو كولومز هذول المين تيرمات كلهن قيمه الدبليو صفر، وبالتالي لما يكون قيمه الدبليو صفر بهاي الحاله راح هن هذول التو كولومز يمثلين لي يا شباب ايش؟ الدبليو برايم. تمام الآن يا شباب
بكون بهاي الحالة رسمنا الكي ماب تاعتنا، وبالتالي الكي ماب تاعتنا راح تكون يا شباب بهذا الشكل اللي أمامنا. تمام، رسمت الكي ماب تاعتي وعبيت بيها قيم الفانكشن تاعنا. اوكي شباب، طيب الان يا شباب بعد ما رسمنا الكي ماب تاعتنا ونزلنا قيم البوليان فانكشن بداخل هذا هاي الكي ماب، الخطوه اللي وراها راح نجمع ايش؟ الوانز. راح نجمع الوانز او راح نجمع الزيروز، فبالتالي راح نصير نعمل جروبات سواء من الصفر او الوحدات طبعا حسب السؤال. فبالتالي الجروبات تاعتي اللي بدي اجمعهم راح اتي الشباب يكون كالتالي، فالجروبز تاعتنا راح تكون طبعا هاي عباره عن كي ماب، اوكي حجمها 16، اوكي فيها 16 سكويرز، فاقصى عدد وحدات ممكن يكون 16. الان الجروبز تاعتي ممكن يكون انا اختار 16 واحد اجمعهم كلهم مع بعض، طيب او ممكن اجمع جروب في 8 وحدات، او ممكن اعمل جروب في 4 وحدات، او ممكن اعمل جروب في 2 من الوحدات، او ممكن اعمل جروب في 1 1. طبعا ليش هيك الجروبات؟ تلاحظوا انه احنا باينري، نظام باينري، وبالتالي نظام الباينري عبارة عن دائما أساسه 2، فاثنين قوة 0 1، اثنين قوة 2 قوة 1 2، اثنين قوة 3 4، اثنين قوة 4 8، اثنين قوة 4 16. تمام، فبالتالي لهيك الجروب حجمها محدد إما 16 أو 8 أو 4 أو 2 أو 1. بس بدنا ننتبه إذا كان عندنا جروب، أوكي فالأولى إنه الجروب يكون أقصى ما يمكن. يعني مثلا أنا عندي 4 وحدات، تمام مثلا، فالاولى انه اجمعهم هذول الاربعه مع بعض، يعني ما بصير اعمل 2 مكون كل واحد من 2 من الوحدات، وبالتالي دائما الاولى انه نعمل الجروب الاكبر، اكيد هيك لازم. وبالتالي الجروبات اذا مره ثانيه بالكي ماب الرباعيه يا 16 يا 8 يا 4 يا 2 يا 1. الآن الجروب الواحد، الجروب الواحد إذا إحنا جمعنا الوانز، يعني إحنا أخذنا جروبات أوف وانز، الجروب يا شباب راح يكون عندنا برودكت، راح يعطيني برودكت تير. أوكي مرة ثانية، كل جروب بعطيني تير، أوكي كل جروب بعطيني، مرة ثانية بس خليني أرتبها، كل جروب بعطيني تيرم بالجواب. تمام، الجروب الواحد بعطيني تيرم، يعني الون جروب بعطيني ون تيرم. طيب هسه الجروب تاعي اذا كان من الواحدات، فبالتالي شو راح يكون عندنا؟ راح يطلع برودكت تيرم. اما اذا كان الجروب من الاصفار، فبالتالي بهاي الحاله راح يعطيني سم تيرم. طيب البوليان فانكشن تاعي راح يطلع، اوكي جواب النهائي، البوليان فانكشن تاعي راح يكون جواب النهائي بابسط صوره، يعني لا يبسط اكثر من هيك، هذا اللي بدنا ننتبه له. تمام اوكي، وبالتالي الجواب راح يكون اذا كنا بنجمع وحدات راح الجواب للاف يكون، اذا بنجمع وحدات راح يكون عباره عن sum of product، يعني بالستاندرد فورم. اما اذا بنجمع وحدات، اما اذا بنجمع اصفار فالجواب الاف راح يكون عباره عن حاصل برودكت اوف سم، يعني بجيب التيرمات وبضربهن ببعض. اما اذا جمعت الوحدات بجيب التيرمات البرودكت وايش بجمعهن مع بعضهن لبعض. طيب هسه ان شاء الله لما ناخذ مثال راح الامور تتوضح يا شباب بشكل افضل. طيب طبعا هي هاي ال 4 كي 4 فاريبل كي ماب نفس مبدا ونفس منطق ال 2 فاريبل ونفس منطق
للثري فاريبل. فعليا اذا فهمنا التو فاريبل والثري فاريبل والثري فاريبل كي ماب، بقدر افهم الفور فاريبل كي ماب بسهوله. طيب لكن من ننتبه اذا بدنا نعمل تجميع، من نعمل جروبنج، لازم يكون ايش؟ لازم اللي يكون الجروب لازم يكون ادجيسنت لبعضهن البعض. طيب الان لو اطلعنا يا شباب على الماب تاعيتنا او على الكي ماب تاعيتنا، الان يا شباب بدي منكم اوكي بدي نشوف يعني بعض السكويرز وبعض المينتر، ونشوف ان هل هن ادجيسنت لبعض ولا لا. لان لو سالتكم ام 1 وام 5، ام 1 وام 5، ام 1 وهي ام 5، هل هذول ادجيسنت لبعضهم البعض؟ طبعا شو بنعمل؟ طوال بنفحص الاكس واي زد دبليو تاعت التيرمات هذول او تاعت هذول السكويرين. فبنفحص الاكس واي زد دبليو، فافحصوا لي يا شباب اكس واي زد دبليو. الام 1 شو الاكس واي تاعيته؟ 0 0 والزد دبليو 0 1. طب الام 5 هيو الام 5، الام 5 الاكس واي تبعيته 0 1 والزد دبليو 0 1. فبتلاحظوا يا شباب انهن بتشابهن، الام 1 والام 2 بتشابهن بالزد والدبليو وبالاكس وبيختلفن بالواي، معناها فقط بيختلفن بفاريبل واحد. لما يختلفن بفاريبل واحد معناته هذول الشباب راح يكون ايش؟ adjacent. يعني ام 1 وام 5 adjacent لبعضهم البعض. طيب الان اذا ام 1 وام 5 adjacent، لو قلت لكم مثلا بدي تفحصوا لي على سبيل المثال ام 5 وام 7، هيهن هاي ام 5 وهاي ام 7، هل هن adjacent لبعضهم البعض؟ خلينا نشوف. افحصوا لي الاكس والواي تاعتهم. الام 5 اوكي شو ايش الاكس واي زد دبليو تاعيته؟ راح تكون 0 1 0 1. طب الام 7 0 1 1 1. بتلاحظوا يا شباب اذا هاي الاكس واي زد دبليو، بتلاحظوا بتتشابهن بالاكس وبالواي وبالدبليو وبختلفن بالزد، فبختلفن فقط بفاريبل واحد، معناها 5 ام 5 وام 7 هذولا adjacent لبعضهم البعض. طيب الان لو قلت لكم افحصوا لي الام 13 والام 11 هذول بيجين يعني قطريات لبعضهم البعض، ام 13 وام 11، خلينا نكتب ام 13 وام 11. فبدنا نفحص الاكس واي زد دبليو لكل وحده. الام 13 يا شباب ايش الاكس واي زد دبليو تاعته؟ اوكي مره ثانيه، ام 13 وام 11 اكس واي زد دبليو. الام 13 1 اوكي، الام 13 الاكس واي زد دبليو راح تكون 1 1 0 1. هاي يا شباب اكس واي 1 1 وزد دبليو 0 1، هاي 13. طيب ال 11 ام 11 هيها راح يكون 1 0 1 1 1 0 1 1. طيب تلاحظوا انها بتشابهن بالاكس اوكي، بتشابهن بالاكس وبالدبليو، لكن بيختلفن بالزد وبالواي، يعني بيختلفن بتو فاريبل. بما انهن ام 13 وام 11 بيختلفن بتو فاريبل، معناها نون ادجيسنت، يعني مش ادجيسنت لبعضهن البعض. اذا شو بنستنتج؟ نستنتج يا شباب انه اوكي نستنتج كالتالي، انه اي تو سكويرز بجنب بعضهن البعض او تحت بعضهن البعض بشكل مباشر هن ادجيسنت لبعضهن البعض، يعني بدون الان ما نفحص. وبالتالي ام 1 ام 0 ادجيسنت للام 4، ام 12 ادجيسنت للام 8،
ام 7 adjacent لل ام 15، ام 11 ام 14 adjacent لل ام 10. فخلاص الان وطالع، ما فيش داعي نفحص اي سكويرين تحت بعض، فهن adjacent لبعضهن البعض مره. اوكي يعني مثلا ام 3 وام 7 ما فيش داعي نفحص، اذا فحصنا طبعا بيطلع اكيد adjacent لبعضهن البعض. وكمان يا شباب اي سكويرين بجنب بعضهن البعض adjacent لبعضهن البعض، جنب بعضهن البعض بشكل مباشر، يعني ام 0 ام 1 adjacent لبعضهن البعض، ام 5 وام 7 برضه adjacent، وهيو اثبتناه هون تمام. ام 12 وام 13 adjacent، ام 11 وام 10 adjacent لبعضهن البعض، وبالتالي كل سكويرين جنب بعضهن البعض مباشر adjacent. اما السكويرات اللي قطري مثلا ام 1 وام 7 او مثلا ام 11 وام 14، هذول شباب مش adjacent. خلص من نبطل يعني الان نفحص اللي جايات بشكل قطري، اوكي سواء هيك او هيك، هذول مالهن مش adjacent لبعضهن البعض. اوكي شباب، اصلا اللي عمل الكي ماب، اوكي اللي اخترع الكي ماب هاي، اوكي عمل كل سكوير والسكوير اللي بجنبه بشكل مباشر، او السكوير والسكوير اللي تحتيه بشكل مباشر، عملهن adjacent لبعضهن البعض. لهيك بدل لما حط 0 0 مثلا 0 1، حط 1 1 1 0 مشان يضمن انه ام 4 مثلا وام 12 او ام 5 وام 13 هذول يكون adjacent لبعضهن البعض، وكمان مشان يضمن انه السكوير هذا والسكوير هذا، او السكوير هذا مثلا والسكوير هذا طبعا والباقي نفس الشيء، انهن adjacent لبعضهن البعض تمام. اوكي اذا اتفقنا السكويرات اللي بجنب بعضهن بشكل مباشر adjacent، اللي تحت بعض برضه adjacent، القطري مش adjacent، والابعاد عن بعض اوكي والابعاد عن بعض مش adjacent. طيب الان اوكي الان يا شباب خلينا نفحص بعض المربعات، بدي اشوف ان adjacent لبعض البعض ولا لا. قلت لكم يا شباب ام 0 ام 0 وام 2، هل هذول adjacent لبعض البعض ولا لا؟ ظاهريا مش adjacent، بس لا خلينا نفحص. اذا بدي افحص ام 0 ام 2، هاي ام 0 وام 2، فبشوف x y z w تاعتن. فالام 0 0 0 0 0، الام 2 احداثياتها او x y تاعتها 0 0 1 0 0 0 1 0. اذا بتلاحظوا انه بتشابهن بالx وبالy وبالw، بيختلفن بالz، بما انه بيختلفن بالفاريبل واحد معناته ام 0 ام 2 adjacent لبعضهن البعض. ايوه اذا هذا بيعني انه هاي الام 0 والام 2 adjacent، يعني اذا في جروب بين، اذا في جروب بقدر اجمعه اوكي، اذا في جروب بين ام 0 يعني ones بين ones بام 0 وام 1 بقدر اخذهم جروب مع بعضهم البعض. وكمان يا شباب ام 6 وام 4 برضه adjacent افحصوها، وكمان ام 12 وام 14 adjacent، ام 8 وام 10 adjacent برضه. اوكي وكمان اوكي كمان ام 0 وام 8 برضه adjacent، وام 1 وام 9 adjacent، وام 3 وام 11 adjacent، وام 2 وام 10 adjacent تمام. مثلا خلينا نفحص ام 3 وام 11، طبعا هن adjacent. اذا بدي افحص ام 3 وام 11، بدي اشوف بالله الاكس واي زد دبليو
ام 3 الاكس تاعي تا 001 الاكس واي زد دبليو راح يكون 0011 والام 11 راح يكون 1011. تلاحظوا يا شباب انهن بتشابهن بالدبليو وبالزد وبالواي وبختلفن بالاكس، معناته بختلفن فقط بمتغير واحد معناها adjacent. معناها بهاي الحاله يا شباب اوكي، معناته بهاي الحاله ام 3 وام 11 adjacent مع بعضهن البعض. اوكي، اذا فعليا الان عرفنا مين السكويرز اللي adjacent لبعضهن البعض. طيب الان حتى نفهم الفور فاريبل كي ماب بشكل افضل، خلينا يا شباب نشوف المثال التالي. طيب اكزامبل، example using kmap simplify the following boolean functions. تمام، بدنا نبسط الاقترانات التالية، معطيني f x y z w بيساوي مجموع، يعني معطيني الفانكشن بالكانونيكال فور، واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 12 13 14 15. ممتاز، بدي أبسط هذا البوليان فانكشن. الآن بكل بساطة الآن شو بنعمل؟ بنرسم الكي ماب. إذا الحل، بس اطلعوا شوفوا كيف بدي ارسم الكي ماب بسهولة، يعني فعليا رسمة الكي ماب اوكي راح تكون كثير بسيطة. اطلعوا بس خليني اشوفوا كيف بدي ارسمها. الآن راح يكون عندي أربعة رو وأربعة كولومز. اوكي، راح يكون عندنا الرو خاصة بالاكس واي، معناها راح يكون 0 0 0 1 1 1 1 0، والكولوم خاصة بالزد دبليو، فقيم الزد دبليو راح تكون 0 0 0 1 1 1 0. طيب هون راح تكون الاكس، وهون راح تكون الواي، وهون راح تكون الزد، وهون راح يكون الدبليو. تمام، لاحظوا ثواني معدوده رسمت الكيما. الخطوه اللي وراها بس بدنا ننتبه اكس واي زد دبليو، بدنا ننتبه اكس واي تحت وزد دبليو فوق. طيب يعني نفس ترتيبهن بالبوليان فانكشن. الخطوه الثانيه راح انزل الواحدات فقط بالكي ماب تاعتي، راح انزل الواحدات. طبعا ليش؟ لانه راح اهتم بالواحدات، فراح انزل الواحدات. طبعا ممكن انزل الاصفار واهتم بالاصفار، بس هاي راح نحكي عنها بعدين. فبالتالي الان الشباب يلا نزلوا لي الواحدات تاعت البوليان فانكشن اف، نزلوا لي اياها على الكي ماب تاعتنا. طيب الان طلعوا شوفوا كيف بدي انزل، لان الفانكشن تاعي هذا معطيني اياه بالسم اوف من تيرم. شو معناته؟ معناته هاي المن تيرمز هي اماكن وجود الوحدات، معناته هذول الارقام المن تيرمز وين ما لقيت بالماب تاعتي معناها بعوض مكانها واحد. طب اللي مش موجوده بعوض مكانها صفر او بتركها فاضي. طبعا احنا رايحين نتركها فاضي. طب ممتاز، يعني الفانكشن اف راح يطلع لي وحدات عند الواحد والثلاث والاربعه والخمسه والسته والسبعه و12 و13 و14 و15. ف
فبالتالي راح اروح على الكيمه بتاعتي واعوض وحدات مكان هذول المينترمات. طيب والباقي طبعا راح يكون صفر، بس الصفر مش راح احط لانه مش راح نهتم فيه. طيب يلا الان بدي انزل الوحدات، اطلعوا ببلش اعد. زيرو مش موجود ما بحطوش، واحد موجود بحط واحد مكانه، اثنين مش موجود بتركه، ثلاثة موجود نعم بالفانكشن تاعي فبحط واحد مكانه. الآن أربعة موجود، خمسة موجود، ستة موجود، سبعة موجود، ثمانية مش موجود بحطش إشي، تسعة مش موجود، عشرة مش موجود، 11 مش موجود، 12 موجود، 13 موجود بحط واحد، 14 موجود، 15 موجود فبحط واحد. تمام؟ الآن بس تحلوا أمثلة كثير وتتدربوا راح تصيروا تعملوا الكي ماب خلال دقيقة، تكونوا عاملين خلال دقيقة واحدة بتكونوا أنتوا راسمين الكي ماب بتاعتكم. بس على الخطوة اللي وراها زي ما شفنا بالتو فاريبل كي ماب وبالثري فاريبل كي ماب راح نبلش الآن نجمع إيش الوحدات مع بعضهم البعض. فبالتالي راح نجمع الوحدات، وإحنا بنعرف عملية التجميع راح تكون إما ل 16 1 لجروب الواحد، أو بحتوي على 8 وحدات لجروب، أو 4 أو 2 أو 1 من الوحدات طبعاً، ولازم يشكل الجروب الأكبر قدر الإمكان. طيب الآن ممكن طيب الآن الماب تاعتي ما فيها 16 واحد، معناها مش راح أشكل الجروب من 16. طيب الآن بسأل نفسي، هل في جروب ممكن أشكله ثماني يعني بين ثمان وحدات؟ أوكي، فالجواب نعم، في عندي جروب ثماني هيو موجود أمامي. أوكي، هذا جروب ثماني. طبعا اطلعوا عليه، هذا السكوير adjacent لهذا، وهذا adjacent للي بجنبه، وهذا adjacent للي بجنبه، وهذا adjacent لهذا. اوكي، وهذا adjacent لهذا، وهذا adjacent لهذا، وهذا adjacent لهذا، وهذا adjacent لهذا، فكلهم adjacent هذولا اوكي لبعضهم البعض وبشكل مستطيل كانه. وبالتالي طوال انت لما تشوف جروب من وحدات بشكل مع بعض مستطيل، معناته هذا اخذه كجروب. تمام؟ الآن انتبهوا، أهم إشي يكون الجروب تاعي أكبر ما يمكن. تمام؟ يعني انتبهوا، يعني غلط أشكل، يعني هذا جروب ثماني غلط أشكل جروبين رباعيات. تمام؟ غلط أشكل جروبين رباعيات، لا هذول الأربعة خطأ أخذن هيك، لازم بما أنه بقدر أشكل جروب ثماني فأكيد الأولوية للجروب الثماني. إذا الآن بجروب واحد أو بضربة واحدة تخلصت من ثمان وحدات. تمام شباب؟ هسه الفانكشن تاعي، الفانكشن تاعي اللي هو F X Y Z W، أوكي شو راح يكون؟ راح يكون كالتالي، هذا الجروب راح يطلع لي تيرم، وبما انه جروب اوف اوف وانز معناها الترم راح يكون برودكت ترم. طيب الان زي ما شفتوا بالتو فاريبل وبالفور فاريبل، الان شو باجي بعمل؟ بتفحص الاكس والواي والزد والدبليو. الان طلعوا لي شباب، بتلاحظوا انه جروبي بتفحص الاكس بالبدايه، الجروب تاعي بتلاحظوا واقع جزء منه بالاكس صح؟ والجزء الثاني واقع بالإكس برايم، معناها بلغين بعض، معناها بحطش الإكس. طيب الآن نفحص الواي، بتلاحظوا الجروب تاعي واقع ضمن الواي ومش واقع ضمن الواي برايم، هذا شو بعني؟ إنه الواي بالحل، إذن راح يكون عندي الواي موجودة وقيمتها واي، إذا الواي راح تكون عندي موجودة، فالآن بقول له واي. طيب الآن بنفحص الزد والدبليو، بتلاحظوا الجروب تاعي واقع ضمن الزد
واقع ضمن الزد برايم، معناها بحطش لا الزد ولا الزد برايم. اوكي، كمان نفحص الان الدبليو. تلاحظوا الجروب تاعي هذا بالاخضر واقع ضمن الدبليو وواقع ضمن الدبليو برايم، معناها بحطش الدبليو بالجواب. تمام، وبالتالي الجروب تاعي اذا راح يطلع واي. اوكي، الان اوكي بكون هيك انا عملت جروب واعطاني وينتر. طيب الان سؤال تاعي، ظل عندي وحدات بالكيما بتاعيتي؟ الجواب نعم، ظل عندي وحدات. الان شو باجي بعمل؟ اوكي، بتخلص من هذول الوحدات باني بجمعهم بجروب. الان يا شباب ممكن اوكي واحد يقول لي انا ظل عندي وحدين هيهن، هذا الواحد وهذا الواحد، ولحسن الحظ انهم ادجيسنت لبعضهم البعض، فليش ما اخذهم بجروب واحد؟ يعني اخذهم هيك. اوكي؟ بنقول لا، صح اني ادجيسنت لبعضهم البعض، تمام؟ لكن بقدر استفيد من الواحدين اللي تحتيهن اللي بالجروب الاخر، بحيث اشكل جروب بحيث اشكل جروب اكبر. وبالتالي راح استفيد هذول الوحدين ادجسنت لبعضهم البعض، لكن في وحدين تحتين كمان ادجسنت الهن، ليش ما اعمل جروب رباعي؟ اوكي، وبالتالي بكون انا استفدت من الجروبين اللي شباب، او استفدت من الوحدين اللي بالجروب اللي باللون الاخضر. ممتاز. اذا اذا انا يعني اذا مسموح لي انا اخذ وحدات من جروب اخر بحيث انه مشان اشكل جروب اكبر، وبالتالي بهاي الحاله بكون احنا شكلنا جروب اكبر، وبالتالي هاي ميزه كبيره. اذا مره ثانيه، خطا انه ناخذ هذول مع بعض. السبب لانه بقدر اخذ مع استخدم وحدات اخرى موجوده، حتى لو موجودات بجروب اخر، حتى اشكل جروب اكبر. اذا باخذ هذول الوحدات بجروب. طبعا اي وحدات موجوده على شكل مربع بقدر اخذهن بجروب. اوكي، بقدر اخذهن بجروب، وبالتالي اذا هذا الجروب راح يشكل لي تيرم بالجواب. طيب شو التيرم تاعي اللي راح يشكله هذا الجروب؟ اوكي، طلع يا شباب نفحص الاكس والواي والزد والدبليو. يلا فحصوا لي الاكس والواي والزد والدبليو. تلاحظوا الجروب تاعي هذا واقع ضمن الاكس برايم، صح؟ ومش واقع ضمن الاكس، وبالتالي معناته راح يكون عند الاكس برايم بالجواب. اوكي، هاي اكس برايم. طيب الان بفحص الواي. الجروب تاعي هذا تلاحظوا انه واقع جزء منه بالواي وواقع جزء منه بالواي برايم، معناها بحطش الواي. تمام، الان شو بعمل؟ اوكي، بتفحص الزد. بتلاحظوا هذا الجروب تاعي واقع ضمن جزء منه بالزد، والجزء الاخر هذا واقع بالزد برايم، معناها بحطش الزد. طيب بفحص الدبليو الان. الجروب تاعي بتلاحظوا واقع ضمن الدبليو ومش واقع ضمن الدبليو برايم، معناته راح يكون ايش؟ الدبليو موجود بالحل تاعي. الان شو باجي بقول له؟ اند دبليو، لانه راح يطلع لي برودكت تيرم. ولاحظوا الجروب الرباعي ب الفور بال فور فاريبل كي ماب راح يكون الجروب الرباعي فيه تو لترلز. فلاحظ اعطاني تو لترلز اكس برايم ودبليو، تمام. الجروب الثماني اعطاني 1 لترال. على كل حال اذا هذا الجروب طلع لي اكس برايم دبليو. طبعا شو بين الجوابين راح يكون؟
راح يكون الجواب اور. الآن بسأل نفسي، ظل واحدات مش عاملين جروبينج؟ لا ما ظل، معناته خلص، هيك بكون أنا خلصت، وبالتالي هذا هو الجواب تاعنا، وهو طبعا sum of product، وهو بالستاندرد فورم sum of product. وبالتالي أصلا إذا ركزنا على الواحدات وعملنا لهم جروبينج راح يكون الجواب sum of product. أوكي، إذن هذا هو الحل تاعنا. الفانكشن تاع اللي طلع 100% بأبسط صورة، أصلا إذا بحاجة لتبسيط معناته حلنا غلط بالكلمة. أوكي شباب، تمام. بس بدنا ننتبه لنقطة كثير مهمة اللي هي التالي. إذا أنا عندي جروب كبير، خطأ أو يكون في جروب صغير بداخله، يعني مثلا عندي هون جروب 8، خطأ يكون في جوات جروب رباعي. لكن ممكن أنا يكون عندي جروب أوكي وجروب ثاني يستفيد من جزء من هذا الجروب، هذا بصير، أما هذا خطأ، يعني جروب داخل جروب كامل خطأ. أما جروب مستفيد من جروب آخر، يعني في بناتهم تشاركي هيك أوكي، بهاي الحالة صحيح. فبتلاحظوا أنه الجروبين اللي طلعن عندنا هون بالجواب أوكي في بيناتهم وحدات متشاركات، فما في أكيد ما في مشكلة. طيب أما أنه واحد يأخذ لي جروب زي هيك مثلا رباعي وهو موجود داخل جروب ثماني بالأخضر، خطأ، لأنه أصلا الجروب الكبير هذا بالأخضر أصلا أوريدي مغطيهن، وبالتالي خطأ أعمل بداخلهن جروب كامل، وبالتالي جروب كامل داخل جروب كبير ممنوع. الآن يا شباب خليني نشوف بوليان فانكشن آخر. أوكي، الآن F A B C D بيساوي باي 4 6 12 14. تمام، إذا معطيني الفانكشن تاعي F بدلالة الباي اللي هو يعني بالكانونيكال فورم product of sum. بما أنه معطيني إياه بدلالة الباي، معناته أنه هذا الفانكشن F بيرجع لي صفر بحالة بكيس 4 و 6، بيرجع لي صفار بكيس 4 و 6 و 12 و 14، بيرجع لي صفار، معناها باقي الحالات راح تكون شباب إيش؟ وحدات. ممتاز، فالآن لما أرسم الكيما بتاعيتي راح أشوف باقي الحالات وعوض مكانها واحد، وهذول 4 و 6 و 12 و 14 أكيد راح تكون النصفار. فبالتالي الكيف ما بتاعيتي راح تكون الشباب كالتالي. ممتاز، إذن الحل برسم الكيف ما بتاعيتي. لا راح يكون عندي هنا الروز خاصات بال A وال B 0 0 0 1 1 1 0 والكولومز CD اللي هو 0 0 0 1 1 1 1 0. الآن هون ال A وهون راح يكون عندنا ال B وهون راح يكون عندنا ال C وهون راح يكون عندنا ال D. تمام، الآن بدي أعوض الوحدات. الآن هو معطيني الباي، هاي أماكن وجود الأصفار، معناه هاي الوحدات باقي الحالات. الآن وأنا أمشي الآن على السكويرز تاعت هذا الفانكشن، تمام؟ وأنا أمشي على السكوير، الآن لما أعد التيرمات، أي تيرم مش موجود بالباي فهو واحد، معناه بعوض واحد، واللي موجود بكون صفر، طبعًا الصفر بتركه فاضي. تمام؟ لأنه مش راح نهتم بالأصفار. تمام، فبالتالي الآن بدنا نعوض الوحدات، يلا. صفر مش موجود بحط واحد. تمام، واحد مش موجود بحط واحد، اثنين مش موجود بحط واحد، ثلاث مش موجود بحط واحد،
طيب 4 موجود بحطش شيء، او بحط صفر يعني المفروض، تمام، بس ما بحطش شيء لانه مش مهتم بالصفر. طيب 4 بحطوش، 5 بحطه، 6 موجود بحطوش، 7 مش موجود بحطه. طيب 8 بنزله بحط فيه 1، 9 بحط فيه 1، 10 بحط فيه 1، 11 بحط فيه 1، 12 موجود بحطوش، 13 مش موجود بحط 1، 14 هذا 14 موجود بحطوش، 15 مش موجود ما يحط مكانه 1. فبالتالي هاي أماكن وجود الوحدات. الآن يا شباب بعد ما الفانكشن تاعي هذا هو طبعا موجود بالكانونيكال فورم، وبالتالي لاحظوا ما أسهل الكانونيكال فورم أنك ترسم من خلاله الكي ماب. فبالتالي بهاي الحالة بيكون إحنا رسمنا الكي ماب تاعتنا. هاي الخطوة كثير سهلة. الآن نيجي للخطوة اللي وراها وهو تجميع الوحدات. تجميع الوحدات إما 16 واحد، ما عندي شلون 16 واحد. الآن ببلش أشوف إذا في 8 وحدات أجسد لبعض البعض فبقدر أجمعها الجروب. فطوالي ممكن تخطر ببال أي واحد إنه أول جروب ثماني هو هذا الجروب، فشايفين هذا المستطيل؟ تمام، فمباشرة هذا عبارة عن جروب ثماني. تمام، وبالتالي الآن البوليان فانكشن تاعي F A B C D بعد التبسيط راح يكون كالتالي، راح يكون كالتالي. الآن هذا الجروب راح يطلع لي تيرم بالأخضر. طيب شو التيرم تاعي؟ يلا يا شباب افحصوا لي الـ A والـ B والـ C والـ D. فالجروب تاعي هذا بالأخضر طبعا لاحظوا موجود، الجروب تاعي موجود بالA وموجود بالA برايم، انا بحطش الA. طيب افحص البي، هذا الجروب موجود بالبي ومش موجود، او موجود بالبي وموجود بالبي برايم، معناها بحطش البي ولا البي برايم. طيب الان هذا الجروب موجود لاحظوا بالسي، هذا جزء السي بالكولومز تاعات السي، وموجود بالكل وجزء منه بالكولومز تاعات السي برايم، معناها بحطش السي. طيب الان الدي، فلاحظوا الجروب تاعي موجود فقط بالدي وموجود بكولومز تاعات الدي، أعمدة الدي، ومش موجود بأعمدة الدي برايم، معناته بهاي الحالة راح يكون الدي موجود بالحل تاعي. إذا الجروب هذا يا شباب رايح يعطيني دي. طيب الآن الجروب الثاني، الآن يا شباب ممكن أوكي بتلاحظوا يعني بس تجمع الجروب الأول تسأل نفسك الآن هل خلصت كل الوحدات بالكي ماب؟ بتقول لا، ظل عندي وحدات موجودات، عندي 4 وحدات هيهن على الزوايا. تمام، فالآن كيف ممكن هذولا يطلع لي جواب، أو شو ممكن، أو شو الجروب اللي ممكن أخذه بحيث يطلع لي جواب، أو شو ممكن أكبر جروب أقدر أشكله من هذول الوحدات؟ ممكن واحد يقول لي أخذ هذول الأربعة مع بعضهن البعض، هذا الواحد مع هذا الواحد مع هذا الواحد مع هذا الواحد، لأنهن فعليا هذول adjacent لبعضهن البعض، يعني هذا السكوير adjacent لهذا وهذا adjacent لهذا وهذا adjacent لهذا، فليش ما أخذهن كجروب؟ بنقول لا. ليش؟ لأنه بقدر في جروب ثماني بقدر اعمله. طلعوا شو هو الان، هذا adjacent لهذا وهذا adjacent لهذا وهذا adjacent لهذا وهذا adjacent لهذا وهذا السكوير adjacent له واللي بجنبه adjacent له وهذه الزاويه adjacent للي فوق، وبالتالي بهاي الحاله كلهم adjacent لبعض، معناها بقدر ادمجهم يا شباب مع بعض بجروب، وبالتالي بقدر اخذ جروب ثماني بين الرول الاول والرول الاخير. تمام، بين الرول الاول والرول الاخير، وبالتالي بقدر اخذ جروب. طبعا كيف راح ارسمه؟ راح ارسمه هي، ننتبه هذا هو عباره عن جروب واحد، جروب ثماني،
يعني استفدت من وحدات أخرى، من وحدات موجودات بجروب آخر، وشكلت جروب ثماني. تمام؟ الجروب الثماني هو الصح، أما أخذ الزوايا مع بعضها البعض لا، لأنه جروب رباعي، لأنه جروب ثماني أوكي بقدر أغطيهن الوحدات الأربعة اللي على الزوايا بجروب ثماني، وبالتالي معناها بيكون هيك الحل صحيح. طيب هذا الجروب شو رح يكون يا شباب جوابه؟ طيب نفحص الـ A والـ B والـ C والـ D. فحصوا لي الـ A، تلاحظوا هذا الجروب بالأحمر جاي بالروز تاعات الـ A والروز تاعات الـ A برايم، يعني جاي بصفوف الـ A جزء منه وجزء منه جاي بصفوف الـ A برايم، معناها بحطش الـ A بالجواب. طيب الـ B، هذا الـ 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 الجروب اللي بالأحمر جاي ضمن صفوف الـ B برايم فقط، ومش جاي ضمن صفوف الـ B، صفين الـ B، وبالتالي معناته الـ B راح يكون بالجواب، إذا ما أقول له بي. طيب الآن افحصوا لي السي والدي برضه، لأن الجروب اللي بالأحمر جاي ضمن الكولومز تاعات السي وجاي ضمن الكولومين تاعات السي برايم، معناها بحطش السي. طيب والدي بفحص الدي الآن، بتلاحظوا هذا الجروب اللي بالأحمر جاي ضمن كولومز او التو كولومز تاعات الدي وجاي ضمن التو كولومز تاعات الدي برايم، معناها بحطش الدي، وبالتالي بهاي الحاله الجروب هذا اللي بالاحمر راح يعطيني فقط بي. اصلا الجروب ثماني ثمان وحدات ب 4 فاريبل كي ماب راح يعطيني فقط الليترال واحد، الليترال واحد. طيب الان بسال نفسي، ظل وحدات مش مغطيات؟ لا خلص غطينا كل الاشي، وبالتالي بهاي الحاله بكون انا هيك الفانكشن طلع معايا اوكي وبابسط صوره، وبالتالي بهاي الحاله طبعا هذول التيرمين اللي طلعن من تو جروبز، لاحظوا شو راح نحط بيناتهم اور، وبالتالي هو عباره عن ايش؟ سم اوف برودكت، وبالتالي البولين فانكشن تاعي اف اي بي سي دي راح يكون جواب النهائي دي اور بي. الآن يا شباب خلينا نشوف بوليان فانكشن آخر. طيب الآن بدي أعطيكم هنا رسمة الكي ماب بشكل مباشر. فالآن لو كان عندي الفانكشن f w x y z، الكي ماب تاعيته كالتالي أوكي. طبعا هون راح يكون اكيد عندي wx 0 0 0 1 1 1 0، هون راح يكون عندي w وهون راح يكون الx، يعني انتبهوا لاسماء المتغيرات اللي معطات اللي راح تكون معطيات عندنا. طيب وهون راح يكون عندنا yz، فاكيد راح يكون 0 0 0 1 1 1 1 0، وهون راح يكون الy وهون راح يكون الz. افرضوا هاي الكي ماب معباه كالتالي 1 1 1 1 1 1، اوكي وهنا في عندي كمان 1 هون، عفوا تمام. يلا يا شباب بدي منكم تجمعوا لي الوحدات وخليني نشوف شو البوليان فانكشن المبسط بيطلع اوكي لما نعمل جروبينج، وبالتالي اف اكس واي او عفوا اف دبليو اكس واي زد شو راح يكون. يلا الان من نبلش نجمع وحدات، بتلاحظوا ما فيش عندي 16 واحد، تمام. الآن ثمان وحدات، 1 2 3 4 5 6 7، عندي أصلاً سبع وحدات وأصلاً مش adjacent لبعض البعض، وبالتالي ما بقدر أشكل جروب ثماني. طيب الآن خلينا نبحث عن جروبات رباعية.
الآن يا شباب وين ممكن نلاقي جروب رباعي؟ أوكي؟ طلعوا. جروب رباعي ممكن أشوفه كالتالي. الآن بتلاحظوا في عندنا على الزوايا هذا وهذا وهذا وهذا، هذول يا شباب كل واحد هذول أجسنت لبعض البعض، وبالتالي بقدر أشكل جروب رباعي منهم، يعني الوحدات اللي على الزوايا. مرة ثانية، هذا السكوير أجسنت لهذا، وهذا أجسنت لهذا، وهذا أجسنت لهذا، وهذا أجسنت لهذا، وبالتالي بقدر أشكل جروب رباعي. إذن خلينا الآن نشكل هذا الجروب. كيف طبعا برسمه؟ كالتالي. هيك. هذا هو الجروب الرباعي. ما اقدرش ارسمه الا بالطريقه هاي. فهذا الجروب الرباعي راح يشكل لي يا شباب تيرم بالجواب. طيب. فشو راح يكون جوابه؟ يلا طلعوا لي. الان افحصوا ال W وال X وال Y وال Z تاعته. طيب الان طلعوا لي. هذا الجروب بتلاحظوا جاي ضمن التو روز تاعت ال W، وجاي ضمن التو روز تاعت ال W برايم، بالتالي ال W بنحطهاش. طيب ال X. هذا الجروب لاحظوا جاي ضمن، اوكي جاي ضمن الروز تاعات مين؟ مره ثانيه، هذا الجروب جاي ضمن الروز تاعات الاكس برايم، ومش جاي ضمن الروز تاعات مين؟ تاعات الاكس. معناته بهاي الحاله راح نحط اكس برايم بالجواب، اذا راح يعطيني اكس برايم. طيب افحصوا لي الواي والزد. الجروب تاعي هذا بالاخضر جاي ضمن الكولومز تاعات الواي، وجاي ضمن الكولومز تاعات الواي برايم، وبالتالي بحطش الواي بالجواب. طيب خلينا نفحص الان الزد. هذولا الجروب اللي بالاخضر جاي، مش جاي ضمن الكولومز تاعات الزد، بس جاي ضمن الكولومز تاعات الزد برايم، معناته راح يكون الزد برايم بالجواب. طبعا راح يكون اكس اند زد برايم اكيد. ممتاز، وبالتالي بهاي الحالة شكلت جروب رباعي وتخلصت الآن من مين؟ عملت جروب رباعي وتخلصت من أربع وحدات دفعة واحدة. الآن بشوف ظل عندي جروبات رباعية؟ لا. فالآن بدور على جروبات ثنائية. طيب طلعوا لي شباب، في عندي جروب ثنائي، أوكي بقدر اتخلص من واحدين دفعه واحده. فبالتالي هذا الواحد اللي هون وهذا الواحد اللي هون اجسنت لبعضهم البعض. فبعملهم كجروب. وبالتالي اذا بجمع هذا الواحدين مع بعضهم البعض، بس من ننتبه انه هذا الجروب الثنائي ما يكونش ضمن جروب اكبر، تمام؟ فبالتالي هذا الجروب الثنائي ممكن يكون بجروب اكبر؟ اكيد لا. وبالتالي معناها مضطر ايش؟ اخذه كجروب ثنائي. ممتاز. فبالتالي بجمع الواحد هذا مع الواحد اللي بجنبه، وبالتالي طبعا ننتبه هذا السكوير والسكوير اللي بجنبه ادجسنت لبعضهم البعض، فلهيك قدرت اخذ وحدات بجروب. ممتاز. الان هذا الجروب شو راح يعمل؟ راح يطلع جواب. فشو الجواب؟ طلعوا لي. نفحص الاكس الدبليو اكس واي زد. يلا دبليو موجود، هذا الجروب ضمن الرو تاعت الدبليو، ضمن الرو تاعت الدبليو، معناته راح يكون عندنا الدبليو موجوده عندنا. طيب هذا الجروب جاي ضمن الاكس، لاحظوا جاي ضمن الاكس، معناته ومش جاي ضمن الاكس برايم، معناها راح يكون اندد وذ اكس، معناها الاكس موجوده. الان بفحص الواي، فهذا الجروب جاي ضمن الكولم تاعت الواي، والكولم تاعت الواي برايم، معناها بحط الواي. طيب والزد، اوكي هذا الجروب جاي ضمن الزد ومش جاي ضمن الزد برايم، يعني جاي ضمن الكولومز اعمده الزد ومش جاي ضمن اعمده الزد برايم، وبالتالي بهاي الحاله راح الزد تنحط وين؟ بالجواب. تمام. اذا هذا الجروب اعطاني تيرم دبليو اكس
زد. طيب بسأل نفسي، ظل وحدات مش مغطيات؟ نعم، ظل عندي واحد مش مغطى. الآن شو بدي أعمل فيه؟ بدي يا شباب أغطي، بدي أعمل له جروب. فطلعوا نفس الفكرة بالضبط، هذا الواحد هيو موجود قدامي، أخذ لي وحده؟ لا، ما باخذ لي وحده، فباخذه اوكي مع اللي بجنبه، فهذا الواحد واللي واحد اللي بجنبه ادجيسنت لبعضهم البعض، وبالتالي بقدر اشكل جروب ثنائي. بجوز واحد يقول لي اخذ هذا الواحد اللي هون محن، بقول له لا ما في جروب ثلاثي، يعني بجوز واحد هيك يقول لي هاي اعمل لي جروب مع هذا، خطا، جروب ثلاثي ممنوع، وبالتالي معناته فقط هذا الواحد بقدر اغطيه مع مين؟ مع اللي بجنبه. اوكي، وبالتالي هيك شكلت جروب ثنائي. طيب شو راح يكون جواب هذا الجروب؟ اوكي طبعا انتم بالامتحان لا تحطوا لي اسهم، بس انا بحط اسهم عشان تستوعبوا ايش انه من وين هذا الجروب اجى. طيب فبالتالي هذا الجروب يلا بنفحص دبليو اكس واي زد، فالجروب تاعي واقع ضمن الدبليو برايم، فبحط دبليو برايم. And هذا الجروب واقع ضمن الواي مش واقع ضمن الواي برايم، فبحط واي. And هذا الجروب بفحص الآن بفحص ال 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 مرة ثانية، بس فحصنا الدبليو برايم، الآن بنفحص الإكس، فبالتالي هذا الجروب واقع ضمن الإكس برايم ومش واقع ضمن الإكس، معناها بحط الإكس برايم، لازم بالترتيب بتفحصها. بعدينك الواي بفحص الواي، فهذا الجروب واقع ضمن الواي فبحط واي. طيب وهذا الجروب برضه واقع ضمن مين؟ هل واقع ضمن الزد؟ واقع جزء منه هيو بكولوم تاع الزد، والجزء الاخر بزد برايم، فما بحطش اوكي الزد. خلص، وبالتالي بهاي الحاله بكون انا يا شباب اوكي غطيت كل الوحدات. تمام، الان خلص غطيت كل الوحدات، وبالتالي بهاي الحالة بكون أنا البولين فانكشن طلع عندي بأبسط صورة. بس أكيد التيرمات تاعتي لأنه اهتميت بالواحد بالوحدات، فبالتالي راح يكون عندنا بينات نور، وأكيد الجواب sum of product. تمام، إذا أهم إشي يا شباب إنكم تغطوا الوحدات وتخلصوا من كل الوحدات، كل الوحدات نغطيهن، بس أهم نقطة إنه أوكي إنه ما يكون عندي جروب كبير وبداخله جروب كامل صغير، ممنوع، هاي نقطة كثير مهمة. أما زي ما قلت لكم ممكن يكون أنا عندي جروب وجروب ثاني يستفيد من هذا الجروب، صحيح. الآن خليني يا شباب نشوف مثال آخر. الآن بدي أعطيك يا شباب كيماب، بدي بس أعوض فيها وحدات اوكي، ونعمل هنا جروبينج فقط. طبعا ليش راح اركز على الجروبينج؟ تمام، ليش راح اركز على الجروبينج؟ لانه عمليه رسم الكيماب سهله، عمليه تعويض الوحدات والاصفار بالكيماب برضو سهله، عمليه اشتقاق البوليان من الجروب سهله. تمام، لكن وين النقطه الرئيسيه؟ النقطه الرئيسيه يا شباب هي عبارة عن عملية الجروبينج، يعني كيف أجمع أعمل الجروبينج. فعملية الجروبينج هاي هي النقطة الحساسة، وهي فعليا اللي بحاجة لتفكير. طيب الآن بدي أرسم لكم أنا كيماب، هاي كيماب أمامي، وأحط فيها وحدات ونز، ونشوف كيف بدنا نجمع. فخلينا الآن نتدرب على التجميع، يعني هذا مثال آخر. اوكي، واحد 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 واحد
واحد واحد واحد واحد. يلا شباب جمعوا لي الجروبات. أول جروب ممكن يخطر ببالنا هو الجروب هذا اللي على الزوايا، جروب رباعي. تمام، إذا هذا الجروب الأول، فبكون هيك تخلصت من أربعة وحدات. طيب الآن جروب ثاني، في عندي هون أربعة وحدات برضه، هذول بشكلين جروب. تمام، ظل عندي واحد، واحد غير مغطى، فبالتالي هذا الواحد adjacent فقط للواحد اللي تحتيه، معناته هذا الواحد بقدر ايش اعمل جروب ثنائي، وبالتالي بكون انا غطيت كل الوحدات. لكن يا شباب طلعوا، اذا هذا هو خلص هاي الجروبات، الان راح يطلع لي ثلاث جروبات، فراح يطلع عندي 3 terms. طيب وسهل ايجاد البوليان اكسبريشن من كل جروب. طيب الان يا شباب ممكن واحد يكون يقول والله انا هلا ما خلصتش، انا بدي اعمل هذا الجروب. تمام، يعني ممكن واحد يجي بباله فكره هاي الجروب، يعني بالاضافه لهذولا يقول خلينا نغطي هذول الاربعه. نقول لحظه، لا ليش تغطيهن مره اخرى؟ من اصل المغطيات خلص انتهى، وبالتالي هذا الجروب راح يكون زياده. تمام، مره ثانيه انا غطيت الوحدات كليات. الان اذا واحد قال انا بدي اعمل كمان جروب، هذول عدد الجروب ثلاثه، بدي اعمل جروب رابع، بنقول له شو الجروب الرابع؟ بقول هذا. بنقول له لا، ليش تعمل جروب رابع؟ ما له داعي. اكيد ما له داعي، ليش؟ لانه هذا الجروب الرابع يا شباب هو راح يكون بهاي الحاله زياده، وبالتالي هيك بكون بالتبسيط راح يروح. تمام اوكي، وبالتالي هذا اصلا لانه الوحدات اوريدي متغطيه، ما في داعي نغطيها مره اخرى، وبالتالي هذا الجروب اللي بالاحمر خطا، معناته ايش؟ بنحذفه. طيب ممكن واحد اخر، طلعوا يا شباب نفس السؤال، نفس السؤال، بدي ارسم نفس الكيمة. اوكي، بدي اقول له واحد 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 واحد. طيب الان بدي اقول لكم يا شباب يلا اعملوا لي جروبينج. فممكن واحد يخطر بباله اول جروب، ممكن يخطر ببال اي واحد، او ممكن يخطر ببالنا مثلا، ممكن هون هيك واحد يقول هذا هو عبارة عن جروب رباعي، بنقول له ممتاز صحيح. طيب بعدين يقول بدي اغطي هذول الأربعة مع بعض، ممتاز. طيب هسه على الوحدات اللي فوق بدي اغطيهن، فبيجي مثلا بيقول لي بدي اخذ اللي على الزوايا بحيث اشكل جروب رباعي احسن من ما انه اشكل جروب ثنائي. تمام، بعدينك بيظل عندي واحد، فشو بدي بعمل هنا؟ بقول خلينا هذا الواحد اخذه مع اللي تحتيه. ايوه صح، بس لحظه، لا مش صح، الجروب اللي بالاحمر اطلعوا عليه يا شباب لو حذفناه من حلنا، لو نحذفه من حلنا اوكي، مش راح لو نحذف الجروب اللي بالاحمر من حلنا يا شباب راح كل الوحدات تظل مغطيه، معناها هذا الجروب اللي بالاحمر اكسترا زياده، معناته راح نلغي الجروب اللي بالاحمر. اوكي، اذا مره ثانيه الجروب اللي بالاحمر يا شباب، اذا لما تعمل جروبات تطلع الجروب اللي بالاحمر، اوكي الجروب اللي بالاحمر لو جبناه مش راح يظل كل الوحدات مغطيات، وبالتالي الجروب اللي بالاحمر يعتبر اكسترا، وبالتالي يجب حذفه. ايوه طبعا هاي شباب معضله تعتبر،
يعني مشكلة تعتبر انه ممكن انا اعمل جروب ويكون زيادة وهو جروبي صحيح شكله صحيح بس هو يعتبر اكسترا زي ما شفتوا بهذا المثال. فان شاء الله يا شباب لما نحكي عن او هذه النقطة هاي ان شاء الله راح نحلها بالمحاضرة القادمة. انا اذا كان كيف ممكن اعرف انه عندي جروب وهذا الجروب زيادة ويجب حذفه من وين؟ من الجواب. فبالتالي الحل الصحيح انه يكون انا عندي ثلاث جروبات فقط وليس اربع جروبات، لانه الجروب اللي بالاحمر يعتبر اكسترا. السبب لو اني احذف هذا الجروب ايش راح يظل كل الوحدات اللي بالكي ماب مغطيه، اما باقي الجروبات اللي بالاخضر واللي بالاحمر الغامق تمام واللي بالبرتقالي هذول الشباب لو احذفهم راح يظل وحدات غير مغطيه، اما اللي بالاحمر هذا لو احذفه راح كل الوحدات تظل مغطيه وبالتالي يعتبر الجروب اللي بالاحمر زياده. اوكي شباب، اذا بالاحمر لازم نحذفه. اوكي الان خلينا نشوف مثال اخر. عندي كيماب رباعي فيها الوحدات كالتالي شباب، اوكي يلا قلت لكم الان جمعوا لي. الان بندور على 16 واحد مش موجود، الان بندور على 8 وحدات. هل في عندنا 8 وحدات ممكن اخذهم كجروب؟ طلعوا ما في. جزء واحد يقول لي طيب هذا وهذا، نقول لا وين خطا تمام. ليش؟ هذا adjacent لهذا وهذا السكوير adjacent لهذا، بس هذا السكوير مش adjacent لهذا السكوير وهذا السكوير مش adjacent لهذا السكوير، وبالتالي بهاي الحالة هذول التو روز مش adjacent لبعضهم البعض، إذا ما في جروب ثماني. طيب الآن بنبلش ندور على جروب رباعيات. فطلعوا الآن هون، الآن في عندي هون هذا جروب رباعي تمام، خلينا ندور نشوف جروب آخر. اوكي هون في عندنا جروب رباعي اخر تمام، في عندنا كمان جروب رباعي، هذا جروب رباعي. اوكي فبالتالي تخلصت من اربع وحدات. اوكي تخلصت من وحدين طبعا واستفدت من وحدات موجودات بجروبات اخرى. هسه ظل عندي فقط واحد غير مغطى، فهذا الواحد الغير مغطى شو باجي بعمل؟ اوكي بغطي مش لوحده طبعا، باخذه مع الواحد اللي فوقيه الادجيسنت اللي فوقيه. ايوه بجوز واحد يقول لي طيب اذا هذا حل خلاص انتهى، بجوز واحد يقول لي لا بديش اخذ هذا بدي اخذ هذا مع هذا، شو رايكم؟ صح الحلين صح تمام. يعني مره ثانيه انا عندي الان هذا الواحد، عندي خيارين، يا باخذه مع الفوقيه وهذا صح، او باخذ هذا الواحد مع هذا الواحد وبرضه صح. اوكي يعني بصير
اهم شيء تخلصت من هذا الواحد بعبر عبر انه ايش عملت جروب ثنائي. لان كان عندي خيارين، ياخذ الواحد هذا مع الفوقيه او اخذ الواحد مع الواحد اللي بالزاويه اللي فوق، فانا حر بقدر احطه تمام. يعني بقدر اخذه مع اي واحد من هذول، بس ما مش محل الاثنين معا. تمام تمام يعني يا هذا مع هذا أو هذا مع هذا. الآن السؤال، ذا الواحدات مش مغطيات؟ لا، لأن ما بصير تيجي تقول لي خذوا هذا جروب كمان. أوكي، ما بصير نأخذ هذا جروب، لا خلاص، ما أصلا الواحدات مغطية. تمام، وبالتالي أوكي، في بعض الحالات إن بعض الكيسز ممكن يكون عندي أجوبة مختلفة حسب شلون الجروب أخذناه، بس على كل الحالتين الجوابين صحيحات. أوكي شباب؟ تمام.